ما نعطيك صوتي كان لما يشوفوا الأعضاء نتاع مجلس النواب على الغيابات، لازم تكون شوية ثمة شوية عقابة، معناها المينيموم. فهمني؟ يعني إنسان باش يكون في مجلس النواب أول حاجة لازم يكون مواظب على الخدمة نتاعو، ولازم يكون عنده ماكسيموم، معناها نيفو تعليمي معناها محترم به. ما يجيش معناها مجلس النواب باش ينوبني أنا وينوبك أنت وينوب كذا، ما عندوش مستوى ثقافي لاباس به. وشوية رقابة على الأملاك نتاعهم، شو اللي عنده قبل شو اللي عنده تو، لازم تكون ثم محاسبة صارمة. ما يجيش معناها واحد في ظرف وجيز معناها يعمل الثروة هذه اللي معناها ثروة، نقولوا احنا ثروة المفرطة بزايد، فهمت؟ وهذا أكثر حاجة معناها يكون ثم شوية صدق، ثم شوية احترام في المجلس. يعني تتعدى حاجات راهي يعني ما تصرش بكل، فهمت؟ يعني الإنسان إذا كانوا هما قدوة لنا يعني تصير فيها مشاكل في المجلس، الناس كلها تتفرج فيها، يعني فما بالك شنو الشعب، شنو باش يكون البركة، كيفاش باش يتصرف إذا كانوا هما في مجلس النواب يتصرفوا بالطريقة هذيك، وتسمع كلام بذيء، وتسمع معناها ضارب ومضروب ما بيناتهم. هنا معناها يولي حتى الشعب ما عادش يولي محترم.